عليه يروح يصلحه، ياخد بخاطره بكلمتين عشان نهدي النفوس وشيل من دماغها حكايه نوال دي خالص. يا دي النيله على نوال. يا عم شكري، يا عم شكري، انا مفيش بيني وبين نوال دي غير كل احترام وجيره واخوه. دي ست فاضله، فاضله والله العظيم. يعني ده دي في مقام خالتي بالظبط، وانتوا مفيش في دماغكم غير الحاجات الغريبه دي. طب انا اعيش ازاي معاكم يا عم شكري وانتوا دماغكم كلها كده؟ انا قرفان قوي منكم يا عم شكري، قرفان قوي قوي. لا ما تزعلش مننا. لا انا زعلان يا عم شكري. هنصلح من نفسينا يا ابني. مش عارف بقول لك ايه. قوم قوم طيب خاطرها بكلمتين بسرعه عشان تقدر تصالحك وتقدر تنسى اللي حصل ما بينك وبين نوال. فوتك بعافيه. لا فوتك بعافيه ايه، انت حسبني هنا، انا زهقت من ام الاوضه دي، خدني معاك، انا هفك دي وانزل معاك. تعال معايا. امسك بالراحه. بالراحه مش شكر، بالراحه في ايه؟ حاضر يا حبيبي، تعال معايا. انا حاسه ان انا عايشه في حلم طويل ما بيخلصش. ولا حلم ايه ده؟ كابوس ومش قادره اصحى منه. هتعدي هتعدي والله العظيم يا عادي، كل الفتره دي هتعدي وهتنسيها. اقول لك على حاجه، هنقعد انا وانتي نتكلم على اللي بيحصل ده وهنقعد نضحك يا ستي. انا زهقت يا دينا، زهقت قوي. مش كفايه القرف اللي انا عايشه فيه؟ انا الزهق هيموتني. انا قاعده طول اليوم ما بعملش حاجه، قاعده بكلم نفسي زي المجانين. انا حاسه ان انا هعيش هنا عمري كله. لا ده تشاؤم زياده عن اللزوم. بقول لك ايه، ما تحاولي تعملي اي اكتيفيتي في الحته اللي انت فيها دي. يعني الناس اللي حواليكي مختلفه، حاولي تفهميهم، حاولي تقربي ليهم، حاولي تعرفي بيفكروا ازاي بدل ما انت قاعده 24 ساعه تفكري في الهم اللي انت فيه ده. هعمل ايه بس؟ بقول لك زهقت، اتخنقت، ده انا حتى فكرت ان انا انتحر. انسي الفكره دي خالص، شيليها كده من دماغك. هايدي حبيبتي اسمعي، انت حياتك مهمه ومهمه قوي كمان، ومهمه اكتر لينا احنا، لكل اللي بيحبوكي بجد وحواليكي. شوفي نفسك في ايه وانا هعمله لك. اي حاجه. انا عايزه حاجات كتيره يا دينا، عايزه اشوف بابي، وعايزه ايباد، عايزه انترنت، عايزه حاجات اسلي نفسي بيها. ولا اقول لك انا عايزه اشتغل. ايه ما عندنا شخص نسوان تشتغل. استنى ما يجي لك عدلك ويجي لك اللي يهنيك. ماشي يا سندس. حاضر. لا ما فيش يا دينا، دي سندس بس بتكلمي. يا عيدي ده يعني هتشتغلي ايه في الحته اللي انت فيها دي؟ لا مش للدرجه دي يعني. انا يعني بقول لك اكتيفيتي مش شغل يا حبيبتي. مش عارفه. طب بصي اقفلي دلوقتي عشان الباب بيخبط، تلاقيها البني ادمه دي اللي عايشه معايا ونسيت مفاتيحها. بس يا سندس يلا باي باي يا حبيبتي، هكلمك تاني. يلا باي باي باي. ضربتني مين؟ الساعه 5 الصبح يا اخويا. صباح الفل والجمال على عيونك يا ست كماليت. نعم ده مؤاخذة في الكلمة، رد السلام، ده السلام بتاع ربنا. يوه خلاص خلاص، بلاش السلام، بلاش السلام. عايز ايه؟ انا كنت قاعد في المحل، جاني شوية لحمة جاموسي صغير شباب، طمنت ان الست كوريا مش هنا، جبت لك 2 كيلو موزة عشان يستاهل بقك الحلو الصغنطط ده. لحمة ايه وجواميس ايه؟ ايه القرف ده؟ انا مش عاوز حاجة منك يا أبلة. الله، انا بشتري الجيرة عشان ما حدش يقول ان المعلم سلومه جاب لي الحريم الحكومه. غلطت انا. لحمه ايه وجواميس ايه؟ ايه القرف اللي انت بتقوله ده؟ خدي 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 جاموس. يا سندس اقعدي اقعدي يا سندس، احنا مش عايزين لحمه، مش هناخد لحمه. سد زنه، انا جبت لك اللحمه. ايه تعمل ايه؟ اطلع بره. يلا اطلع بره، اطلع بره، احنا ناقصين. ايه ده يا سندس؟ هاتي اللحمه، هاتي اللحمه. جاتك القرف اللي ايه؟ هاتي يا سندس اللحمه، هاتي. انا هو انت لسه هنا؟ يلا ما تغور يا سندس. لا. احنا من امتى بناخد لحمه من الناس؟ نعمل شوربه علشان الواد سعد يجح عضمه ويرم. يوه روحي بعيد عني بقى. هاتي اللحمه دي. القرف اللي يقرفك. يا ابني انا مش عامل لك نسخه على المفتاح، انت لازم تفصلني. يعني ترسم موناليزا يعني؟ جبت بطاطس كتير؟ اه. عسكري المراسله بتاع سعادتك جاب لك كل اللي انت طلبته. ومالك مستاتل قوي تبقى عسكري؟ زي ما يكون فالح قوي بتخلص القضاء اللي بدوها لك. كل 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 ما تصدعناش. طب وليه العكنانه دي؟ ما انا خلاص انا الاسم بتاعكم. اديك قاعد بقى للي اتخانق، للي عيال ثبتوه، اللي بيتهم بيقعوا ويطلعوا مزاز مزاز بيئه. والباشا بتاعنا اللي خلاص كانت ميس ايجيبت بتجري وراه بيقول لك بيئه بس عجباني. يا عم انت مال اهلك؟ عجباني يا اخي. هات 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 البطاطس.
انجز. وهي دي البطاطس الكتير؟ تصدق قادر انك عين نصاب يا ولا؟ مخمطتني يا ولا، دماغي بقت زي البيضه الممششه وسكت الزفت ده. هو اسمع كلام امي يا ابني انت بس، حاسبنا يلا ما انت تتكل على الله. الهي يا رب وانت جاهي فرج عليك خلقه يا سوكا يا ابن قلبي. ياما انا عملت لك ايه ياما؟ انت بتدعي عليا ليه ياما بس؟ شوف يا ولا ادعي عليك ليه؟ ده انا بقول لك ربنا يفرج عليك خلقه، وانت مش عاوز تبقى مطرب والناس تتفرج عليك يا ولا؟ اه ياما عندك حق ياما. يلا ما انت انزلي وانا اروح اشوف الواد ابراهيم فاتح ليه. لا انا عاوز ارقص عشان انا ياما. انزلي بقى ياما ياما. يلا انزلي بقى. ايه ولا اسكتي يا ولا. سلام ياما. سلام ياما. عايز ايه يا ولا؟ يلا ياما اتكل على الله. خد يا ابني مرضي. يلا بالسلام. أهيمة أهيمة أصاحبي أهيمة، يا صباح العسل والجمال والرضا عم الشباب كلها. يا صاحبي نزلك كرا صاحبي كده، والجرح لسه مفتوح. خنقت من قعدة البيت، خد كمل دول. ماشي يا صاحبي عينيا، انت تأمرني يا صاحبي. ادي البصل حلاوتك. مالك فايق ورايق بروح خالتك كده على الصبح؟ ولا فايق ولا رايق يا ابن عمي، انا بضحك على نفسي. اللي جوه غير اللي بره. فرح اخت ودان ده كان فرح شؤم. سلومه مسك البت نوال اداها علقه وفتح لها دماغها وحلف عليها بالطلاق ما داخله البيت. وانا اخو هاجر قفشني متلبس وحبس هاجر يا ريس في الشقه وخد منها التليفون وحالف ما يخرجها وانا مش عارف اعترف فيها. وانت اتخانقت يا صاحبي؟ يعني فرح شؤم ولا مش شؤم؟ ايه ده يا صاحبي؟ ده كوريا قلعتني من ايدها يا جدع. دي كوريا بنت غلبانه. بقول لك ايه، ثبتها وانت سيد من يثبت الحريم. لا شكلها المره دي بقى حسوك، وبيني وبينك انا كنت بفكر اخلع منها. بنت كوريا دي فقريه، لو اتجوزتها هنخلف عيال فقريين ونعيش في فقر. بقول لك يا سوكا، انا ههج من ام الحاره دي. انا عايز اطلع شرم ولا الغردقه اشوف لي كده واحده خواجيه مقرش اتجوزها واخد الجنسيه. جنسيه اي بلد نظيفه يا سوكا. وتغير جنسيتك يا صاحبي. فكك يا سوكا من جو مصر يا امي، وما شربتش من نيله والكلام لهبل ده. وفي حاجه اسمها مصر؟ اني مصر فيه؟ مصر بتاعتنا ولا بتاعته؟ يا سوكا اللي بيخش له 100 جنيه في الشهر بيشوف مصر غير اللي بيخش له 10000 جنيه، وابو 10000 جنيه بيشوف مصر غير ابو مليون غير ابو مليار. كل واحد بيشوف بلد غير التاني. مصر مش حاجه واحده بس يا سوكا، مصر حاجات كتيره قوي على حسب اللي في جيبك. ومن الاخر كده يا صاحبي مفيش حاجه اسمها جنسيه، جنسيتك هي قرش. هي مصر واحده بس يا صاحبي. عايزة حاجة مني يا اسطى كوريا؟ لا متشكرين يا شيماء، توكلي انت على الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شعر ولا دق؟ عايزاكي في موضوع. رجلك خدت على النزول والحرى كتير، بقيت كل شوية الاقيكي نطلي في حتة. ها؟ أنا مش محبوسة، أنا جاية هنا أصلا عشان ما بقاش محبوسة. بشوقك. انت هتفضلي واقفالي كده؟ ما تخلصي قولي في ايه؟ انا فين مكفين؟ الراجل. راجل مين؟ الجزار اللي اتخانقتي معاه المره اللي فاتت وجابلك البوليس. سلوكه. سلوكه؟ ماله سلوكه؟ عاوز ايه؟ بيراقبك وبيستناكي لما تنزلي، ولما يعرف انك مش موجوده بيخبط عليا. نعم يا اختي؟ خبط عليكي؟ خبط عليكي اللي ان شاء الله. ما اعرفش اسالي، ما انا جايه عشان اقول لك. ايوه يعني لما بيخبط عليكي بيتنايل على عين اهله يقول لك عاوز ايه؟ اول مره قال لي ان هو ما كانش قصده يجيب البوليس. ما كانش قصده. هو يعني كان طالع عمت الحكومه شبكت في طرف الجلابيه وجت معاه من غير قصد. قال ايه كمان؟ ما قالش. اخلصي قولي، انت شكلك خايفه من حاجه. جه وجاب معاه 2 كيلو لحمه. ايه 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 2 كيلو ايه؟ لحمه. لحمه؟ لا بقى ده انت حوارك حوار. وجايه لي ليه بقى يا حلو؟ مش عارفه تسلقيها ازاي ولا جايه لي اعلمك تعمليها صينيه؟ لا جايه اقول لك ان انا خلاص قررت ان انا هقعد معاكي هنا في المحل. انا بقتش قادره اقعد فوق في البيت، بخاف. في ايه؟ يا اخي حل وسطك يا بعيدة. انت ايه؟ حتى المحل كمان انت معانا فيه؟ مش كفايه النصايب اللي نزلت ترفع على دماغي من ساعه ما ادبك حط عليا؟ اطلعي فوق يا اختي، بلا خايفه بلا مش خايفه. تعالي هنا. لو مش ندد عليكي قوي كده يا اختي، عندك صوتك. ارقعي بالصوت الحقيني فرجي عليه امك لا اله الا الله. بلاش، عندك شبشبك، نسليه على خلقه امه. يلا يا اختي توكلي على الله، وريني طقساتك وانت ماشيه اللي بتلم عليا اللي يسوى اللي ما يسواش. وبقول لك ايه؟ حوار المحل ده تنسيه من مخك خالص، ده محلك لعيش ياما. بقيت نصايب الصودا اللي بتتحدف عليا وانا قاعده دي، انا ناقصه؟ مساء الخير. مساء النور.
ايه فينك مش باينه؟ انا موجوده بس انا اصلا ما بجيش هنا كتير، لازم ابقى متفقه مع اصحابي عشان كده بنيجي. اه يعني هم جايين دلوقتي؟ خساره مش هنعرف نقعد مع بعض. ليه انت كنت عايز تقعد معايا؟ بصراحه اه. طب يلا بينا قبل ما يجوا. على فين؟ مش قلت لك سيب لي نفسك خالص؟ السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بيت الاستاذ فواز اللي شغال في مستشفى بالريش، ساكن فين؟ ساكن فوق في الدور الثاني. هنا حاج؟ اه. شكرا يا حاج. السلام عليكم. عليكم السلام. خير يا عم الامور. هو في حاجة يا رايق؟ لا مفيش حاجة يا كينج. أصل شايفك رايح جاي من شوية كده زي اللي ضايع منه حاجة. لا والله رحت أشتري علبة سجاير وديت الراجل 100 جنيه، ببص في جيبي ما تلاقيتش الباقي، فبدور عليها يعني هنا مفيش حاجة يعني. ماشي يا نجم، ربنا عطرك فيهم، بس بدور على باقي 100 جنيه بدور عليهم في الأرض مش في الشبابيك. ممكن حد لقى ال 100 جنيه وطلع، وعلى المهم حصل خير. أشوف وشكوا سانكس. هي كان اسمها إيه؟ هي مين؟ هي نجوان. كنت بتحبها؟ بحبها قوي. هبلة. هي مين؟ هي نجوان. اشمعنى؟ عشان الراجل اللي يحب بالشكل ده يبقى راجل اهبل، سوري يعني. والست اللي تلاقي راجل اهبل زي ده تبقى هبلة كمان لو فرطت فيه. انا حبيت الحب اللي ممكن يخليكي تدي روحك للي بتحبيه من غير ما تفكري. لو كانت قالت لي اعمل في نفسك حاجه بس علشان ابقى مبسوطه كنت هنفذ فورا. ايه اللي انا عملته غلط يا ساره؟ ايه اللي ممكن في الدنيا يخلي واحده ترمي حب زي ده ورا ظهرها؟ فلوس، علاقات، المنصب، كل دول عندي. رجوله، أنا قدامك أهو يا سارة، فيا مشكلة؟ عندي حاجة غلط وأنا مش عارف؟ هي اللي خسرانة على فكرة. بجد هي اللي خسرانة مش أنت. سارة أنا لسه بحبها لحد دلوقتي. حياتي ملهاش أي طعم من غيرها. تخيلي لو رجعت أنا مستعد أنسى كل اللي عملته. مش بقول لك هبلة؟ ما تستهلكش. أنا إن كان عليا يا أختي أنا كان ممكن أبيتك عندي، بس أنت عارفة بقى إن أنا عندي شاب يعني في سن الجواز، وأنت بصراحة ربنا وما تأخذنيش يعني ما تتضمنيش. حتى أنت برضو يا خالتي الله يسامحك. إيه ده؟ أنا هنا إيه؟ أما وريتك يا كوريا الكلبة أنت وسلومة، أنا نوالة بقى فرجة الحتة. طب والعمل إيه يا خالتي؟ هنهبب إيه في أم اللي أنا فيه ده؟ هبات في الشارع يعني زي المجازيب ولا ايه؟ لقيت لك الحل يا بنت، رغم انك انت كده وكده يعني، بس سبحان الله ربنا مسهلهالك. فانت بقى يا سيدنا الشيخ هتاخد البت نوال من ايديها توصلها لجوزها سلوم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم، هو انا قلت حاجه عيب؟ الراجل هيكبر لك، هتقول له رجعها لعصمتك هيرجعها على طول. دول روحهم في بعض وما لهمش غير بعض، بس الشيطان شاطر. لكن يا اخت نوال أنت تذكرين أنني قابلتك قبل ذلك على الكورنيش، تذكرين؟ يا أختي إيه؟ أنت إيه؟ شيطانة يا خرابي؟ مفيش حاجة ما بيننا يا شيخ، ده إحنا إخوات. والله غالب على أمري، فلنذهب للأخ سلومة لكن بشرطين. أنت لسه هتتشرط علينا؟ قول يا سيدنا الشيخ قول. أن ترافقينا يا ست أم سوكا، لأن موقعي ووضعي لا يسمحان أن أسير مع الأخت نوال بمفردنا في الطريق العام. انا ما غريش غير نوال. روحي مع نوال وتعالي مع نوال، ما كانش حته طبق رز بلبن اللي طبحته لي. ها طيب والشرط الثاني ايه؟ الشرط الثاني ان شاء الله انا ساتوصل، ولكن غير مسؤول عن النتيجه. نعيما يام، اديني سبخته لك اهو، رجعتك بنت 18. 18 سنه ايه يا كوريا؟ يا بنت يا بنت، هو الزمن بيرجع لورا؟ يا ولي يا ولي، ده المثل بيقول ورنش البوصه تبقى عروس، وانا ورنشتك اهو لمعتك وخليتك ولا اللي بكرتونتها. روحي الله ينوي عليك يا كوريا، خليتيني حلوه. إله اشوفك زي ما انا عايزه يا رب. خدي بقى حمام الزيت ده كمان. بصي بقى ده هيليس لك شعرك، ينزله كده على وشك لا تعرفي تشوفي من القصه يمين ولا شمال. ده حلو ها؟
اجربه. ماشي زي بعضه. خد يا كوريا. يو ومالك يا اولاد زي اللي بتديني حسنه كده؟ ده انا فلوس دي باخدها منكم كده حاجه رمزيه يعني، وانتوا حد فيكم يقدر على اجرتي اللي استحقها؟ على فكره يا كوريا انت بقى لسانك زي الفرقلة، وانت عارفه لو ما كانتش ايدك حلوه ما كانش حد دخل المحل ده. يلا انا ماشي. عايزه حاجه؟ لا شكرا، يومك شبهي. اقعدي بالعافيه. ازيك يا كوريا؟ انت زعلانه بجد بقى؟ طب بصي يا بنت الحلال، انا مش عاوز حاجه منك، المفروض بعد اللي عملتيه ده ما اعرفكيش تاني، بس انا جاي عشان افهمك حاجه واحده. نوال هي اللي طلعت لي بالعمود يا كوريا، وانا اتخانقت معاها ونزلتها قدام سوكا، ومن الاخر كده نوال هي اللي راميه كتتها عليا وانا مديها السكه. من يوم ما علي حد عليك يا كوريا مش هتبقى نوال. نوال دي زي مسحة الجزمه اللي الواحد يمسح فيها جزمته وهو معدي. وانا لما كدبت عليك وقلت لك ان العمود بتاع البت الممرضه ده كان عشان ما اعملكيش مشاكل ولا العبلك في دماغي. انت عالي يا كوري، ما تنزليش نفسك لنوال. انا كده خلصت اللي عندي. سلام. وعلى فكره دي محقوقالي يا كوري، وبتجامد قوي كمان. سلام يا اسطى. Tonight all bills will be on my check. This will be very expensive, Mr. Marwan. No problem. This day is very special for me.